كوكب الفوازير، في كوكب الفوازير. أول كلامنا سلام على الموجودين قدامنا. قبل اختراع كرسي الملأمين اخترعوا من الأحجار شالتة، قالوا القمر والشمس اتنين والأرض في الترتيب تالتة، وفجأة بعد سنين وشهور ظهر في ليل العالم نور. سألنا علماءنا قالوا لنا ده بكرة نص كوكب فالتة، ده بكرة نص كوكب فالتة. آي 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 كوكب ما كانش زمان موجود. آي 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 يا جو أيام ما كان للحب وجود. آي 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 يا جو أيام ما كان موجود. أبري ما قلتوش ليه في كل أنحاء الكورة. أنا كنت صحية في عز النوم وجاني هاتف قال تيك تيك، رديت وقلت تك 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 بوم بوم لابوم تك تك تكاتيك لبابا. دي تطلع ايه؟ لغة بكرانوسي وفلتاوي. شكلك كده واحد منهم، معرفش مش مرتاح لك ليه. ابو نظرة لئيمة، هو ابو عين بريمة، هو عدو المصر العليا وقليل المبدأ والقيمة. هو اللي ملامحه غير ملامحنا، واللي يموت لو شاف منجحنا، واللي روشني واللي رعشني نفس البودي ونفس السحنة. حاسبوا عملاء امبارحنا علشان كده جبت لهم فلتة، لما لقيتهم سوس متسوس دوست الفاكس قالوا لي ريلاكس، راح نبعت انقاذ مخصوص. انا المخصوص. حلو. الصدق والأمانة، التعاون والكرم، الطاعة والقناعة، والعدالة والنظام. ترن ترن ترلالا راب ترن ترن ترا طمان طمان يا فندم هاتوا من آخر الكلام. هي مغامرة ضد مؤامرة، هيفا لنور الفجر شاشة، يمكن حلم ويمكن علم، لو كان حلم يا ريت يتحقق. تك تك بوم بوم لبوم، والقيمة هي المقصودة، والمبدأ هو المقصود، لو عمل امبارح مرصودة عمرنا من خلف ما هنعود. هي تك 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 بوم بوم لبوم، تك 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 كتير معايا واسمعني كويس. اول لما اقولك افتح يا سم انت تكمل وتقول سم. لا انا متنزلك عن سم بتاعتي، قول السمين على بعض وخلصيه يا فلتة. ما ينفعش، عشان المغارة دي ساكنين فيها ناس سماويين. ما الجواب باين من عنوانه اهو. بس ايه اللبس الغريب ده؟ لبس مغامرة؟ ده لبس كمساري، انا مش فاهم حاجة. هتعرف كل حاجة لما ندخل جوه المغارة. قول ورايا افتح يا سم. سم الله اكبر يا خزي الالطاف، مجينا مما انا خاف. افتح على الشارع يا رب.
معقولة معقولة يا فلتة جاي على آخر يوم وحتضيعينه؟ إيه المكان الكئيب اللي أنت جايبانا فيه ده؟ ده عامل زي بيت الأشباح. بيت الأشباح وبطريقة وأنت فرحانة قوي فعلا بيت أشباح وآخرتها معاك يا فلتة. الله الله صار صوت صار الأشباح وصلوا. المهم دلوقتي ان الدكتور نور بيتحدانا احنا بعد ما كنا بنطرده، دلوقتي هو اللي بيطاردنا. الدكتور نور كان خلاص هيستسلم لولا البنت فلتة بنت بكرنوس. على العموم يا زعيم ما تتزرزرش قوي كده وتتحمي وتاخد نفسك لون وتعمل في نفسك منظر. لا، هي ناقص قيمه واحده بس، وتاكد ما حدش هيقدر يوصلها ابدا، هتغلبهم. واخد بالك يا اخ؟ طبعا، احنا اللي علمنا الناس عدم احترامها وزرعنا جواهم الانانيه، وده انتصار لينا طبعا. انا قلت السلبيه مراتي زيها، يبقى سلم لي عليها. ما انت عارفها سلبيه، ما بتسلمش على حد خالص. قلت لها انزلي تقصي شوفي اخبار الشوارع ايه، قالت لي زحام وناس ما بتحترمش الاشارات والعربيات واقفه بالصفين ثلاثه. وانا ابني اهمال وبنتي انانيه، قالوا ايه قدامك؟ قالوا ان الناس ماشيه في الشوارع ما بتعبرش الاشارات، لا اخضر ولا اصفر ولا احمر، وكله على كله، ولما تشوفه قول له. اقول لمين؟ انت مالك؟ الدكتور نور طبعا، مفيش غيره. لو كان جدع بصحيح ينزل يخلي الناس تروح شغلها في موعدها، وما يخليش حد يتعدى التاني في اي طابور. عموما احنا اللي بنفركش الفراكيش وبنتنتج النتاتيش ونشرشب الشراشيب ونخلي المعوج عدل والعدل معوج، واحنا اللي بنقلب المقلوب. اكيد احنا اللي عملنا القيم والمبادئ فتة. ويا رايح بكرانوس سلمني على فلتة. الفلتة الله يسلمك يا عميل امبارحنا. ايه ده بيدي فلتة؟ وانا الدكتور نور يا حوش يا غدر يا نور يا ضفادع يا طحالب يا فران يا جرزان يا وحشين خالص يا وحشين جدا يا رباطية الهدم يا اعداء النجاح يا امبراطورية الفشل. امسكوهم، مش هتقدروا اسمك منك له. فلتة اديهم الشعاع الاخير، السوبر شعاع. الله الله ينور عليك يا فلتة. ايوه جالك، اديهم كمان، خليهم يتططوا، خليهم يتططوا. بتاع عيني بتاع عيني يا فلتة. وحشين يا جماح يا عملاء امبارحنا. اما انت بقى، انت هتفضل معانا هنا عشان نستفرد بيك. طب روح الهي هدوكم.
افسدوهم مش هتقدر لوثوهم مش هتقدر جدفوهم سلسلوهم واحبسوهم واخرسوهم مش هتقدر 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 فلتة بوكرانوس حيرة فلتة فلتة انقذيني من عملاء امبارح يا فلتة فلتة مالك يا دكتور فلتة. نور اسحب 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 بسم الله الرحمن الرحيم انا فين ايه ده ايه اللي جابني هنا الله 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 ايه ده ايه اللخبطه اللي انا فيها دي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كله انا اعيش في الهروله دي ده انا اكتر قيمه بحبها في حياتي قيمه الترتيب قيمه فلتة فلتة مين يا دكتور نور انا امل السكرتيره بتاعتك امل انا وايه اللي جابك هنا دلوقتي يا امل انا كنت جاي اخدك عشان نروح حفله الاكاديميه طلبت مني كوبايه مي عقبال ما كنت بجيبها لك لقيتك نمت على الترابيزه وكمان كنت بتشخر انا نمت وشخرت وشخيري سمع لغايه كوكب بوكرانوس بوكرانوس مين يا دكتور نور شكلك كده كنت بتحلم بحلم الله يعني مفيش بوكرانوس مفيش فلته كفايه يبقى في امل ونور فعلا عندك حق يا امل لانه طول ما فيه امل هنقدر نمشي في سكة نور بس اهم حاجة يا امل ان الحلم ما يفضلش حلم ولازم كلنا كلنا نخلي الحلم علم ولو حد سألنا ده حلم ولا علم نقول له علم ان شاء الله زو زو زورناهم فرفر فرفرفشناهم
ورعيناهم وكشفناهم. اقرا الحدسه. حدستي الحدسه السادسه. بركاتك يا شهر البر من شر السوس المدسوس، من شر السوس المدسوس. وعالقيمة نور نور، عالقيمة نور يا فانوس، عالقيمة نور يا فانوس. بعد الكنافة والقطايف والخشاف والقمر الدين، والمبدأ المبدأ والقيمة